صباحنا مكمل معكم مشاهدينا، وهلأ وصلنا لفقرتنا الحوارية الأخيرة اللي حنحكي فيها عن التقنيات الحديثة نادين والإنترنت اللي هي صارت فعلا من المتطلبات الأساسية وصارت حاجة صحيح. عند كل الأشخاص. ولكن إذا بدنا نحكي للأسف يعني كتار من الأطفال تحديدا عم تكون هي نوع من الأذى لإلهم، يعني صحيح. عم نلاقيهم عم يتوجهوا لإشي يمكن هي ما بتفيدهم أو هي مضيعة تماما للوقت لأكثر. صحيح. ما هو هذا الموضوع كثير مهم، خصوصي اليوم بهذا العالم المبرمج، يعني صارت حياتنا كلها مبرمجه. فنحن كيف بنقدر نحول فعلا كل هذه التقنيات الحديثه او كل هذه البرمجيات الى شيء مفيد، وخصوصي لدى الاطفال، وخصوصي ايضا بالتعليم والمناهج اليوم فعلا مثل ما عم نشوف مها بالتربيه، وخصوصا احدثت مناهج جديده واساليب تعليميه حديثه فيما يخص التقنية والتعليم. لحتى نتحدث اكثر عن هذه التفاصيل وكيف حولت طبعا خلينا نقول وزارة التربية ومديرية التربية في محافظة اللاذقية، بدنا نحكي اليوم بهذا الخصوص، التقاني بالتعليم ودمجه، يعني عم يكون حالة دمج تعليمي تقني. تفاصيل أكثر مع منسقة مشروع لنا دمج التقاني والتعليم باللاذقية. أهلا وسهلا فيك أنسرة باب الخير، سعد صباحك. يسعد صباحكم جميعا. سعد صباحك، اهلا وسهلا بحضرتك. صباح. يعني احنا عم نحكي يعني قد ما تنوعت الحدود اللي بتمنع اذى هيدي التقنيات على الاطفال سواء جسديا او حتى يعني نفسيا الا انه تبقى انيه، فكيف بدنا نحن نوجه او نبرمج هيدي التقنيات لشيء يفيد الطفل ويستثمره بشيء تعليمي لإله؟ هلا نحن كنا بعصر كان هجمت علينا التكنولوجيا مره واحده، فكان كثير صعب انك تبدأي مباشرة تديري هذا الموضوع، خصوصي مع تواجد الأجهزة الذكية يلي صارت بمتناول الجميع. الحقيقة إدارة استخدام التكنولوجيا هو منوط أول شيء بالعائلة، منوط بالأب بالأم، دائما متابعة الإشراف الدائم. فهيدي القصة يعني العلاقة بالأهل بالمقام الأول، بعدين بينتقل الطفل لمرحلة ثانية اللي هي مرحلة الروضة، بعدين المدرسة، بصيرون في تشاركية بتوجيه استخدام التكنولوجيا. عنا نحن ما فينا ننكر كمان أهمية التكنولوجيا. أنت بتتفاجئي أنه بوقت من الأوقات كانت منظمة الصحة العالمية عم تدعو لتقليل من عدد ساعات استخدام الأطفال للإنترنت. هلأ صار عندها توجه ثاني بحكم المتغيرات وتحول التعليم، فالموضوع يعني له جوانب متعددة. نعم. أنسرة باب، إذا بدنا نتحدث أيضا عن ذكرت يعني أهمية يعني وجود فعلا تطبيقات خاصة لليوم الأطفال وخصوصا في سن معين أو عمر معين، واستخدامه اليوم بالتعليم واستخدامه أيضا بشيء مفيد مثل ما ذكرنا بعيدا عن الأذى. إذا بنحكي عن التطبيقات الأكثر رواجا، شو هي بين الأطفال؟ هلا حاليا اذا بدك تحكي عن التطبيقات الاكثر رواجا الغير مضبوطه فهي معظمها تطبيقات العاب. يعني بالنسبه للاطفال اكثر شيء بيجذبهم هو الالعاب الالكترونيه، فبتحسي انه الطفل دائما عم يتجه نحو الالعاب لانه بشوف رفقاته عم يشتغلوا هيدا الشغل. هلا اذا كان في رقابه من الاهل فهون بيختلف الموضوع حسب شو الاهل وقدرتهم على يعني تواجد مع الاطفال. ما بكفي نضبط، ما بكفي نحط رولز او قوانين نضبط فيه عدد الساعات، نضبط الولد استخدامه ونعطيه بوقت محدد، هذا غير كافي اطلاقا، لانه انت عم تواجهي يعني عالم واسع، عالم افتراضي هائل ومتعدد الجوانب ومتعدد الفوائد والأضرار. صحيح. وبالتالي يعني تواجدك مع الطفل هو الأهم بهذا الموضوع. يعني ما بصير تترك الطفل بعمر معين يشوف انترنت أو يشوف أو يستخدم أجهزة إلكترونية بمفرده، مع انه الضبط صعب بهيك موضوع. طبعا يعني نظرا لتوفره شبه مستحيل. صحيح، شبه مستحيل. يعني نظرا لتوفره تعلقهم. موجود هيك. هلا منظمه الصحه العالميه عم تفكر بترشيد، كيفيه ترشيد، يعني ما يكون فقط عدد ساعات استخدام الاطفال للانترنت هو المعيار الاوحد، هو معيار لكن ليس كل المعايير، ليس كافي، لانه ممكن بنصف ساعه واحده او ساعه واحده. هلا عم تفكر بالترشيد لحاجه الاطفال ولحاجه ولذهاب المجتمع بشكل كبير وانغماسه بعالم الانترنت وعالم التكنولوجيا. تماما. اكيد لاي شيء بحياتنا له ايجابيات وبالمقابل له سلبيات. اذا بدنا نحكي عن هذا الموضوع سواء من ايجابياته وسلبياته على شخصيه الطفل، كيف بتبين؟ تمام.
هلا عندنا نحن الايجابيات اذا بدي احكي فيها، انا في عندي سهوله الاستخدام، بيوفر ماده بشكل رهيب، بيوفر مال يعني بشكل رهيب، لانه انت اوقات ممكن يكون عندك طفلك فيك تخليه يتعلم ذاتيا، وبالتالي انت ممكن توفر كثير مبالغ هائله ممكن تحطيها بمعاهد بمؤسسات تعليميه تلقن هاي المعلومات لابنك. سهولة استخدام الأجهزة لأنها موجودة وبمتناول الأطفال، يعني بيقدروا يستخدموها إمتى ما كان، جذابة، الأجهزة ذكية لمسية جذابة للطفل، بتنقلوا لعوالم تانية، بتبهروا بتدهشوا، فكتير الموضوع يعني سهل للطفل يتناوله. فهي هي إيجابيات، لكن إيجابيات قد تحمل مخاطر متعددة. من الإيجابيات أيضا قدرة الطفل على اكتساب مهارات أو تطوير مهارات موجودة عنده، مثلا هو طفلك بحب اللغة، فممكن كتير في عندي تطبيقات تساعد على تعليمه للغة، تعلم اللغة. عندك طفل بحب الموسيقى، في عندي كتير تطبيقات بتعلم النوتة وبتعلم العزف، فإلى آخره حسب أنا شو يعني شو احتياجاتي أو أنا أو طفلي لتطبيقات معينة ممكن أنا أشوفها على الإنترنت. هلأ من سلبيات الإنترنت على الأطفال هو إضاعة الوقت، يعني في هدر للوقت ما بنشعر فيه. بتعرفي أنت لما تبلشي تستخدمي موبايلك بيروح وقتك وما بتحسي، يعني بيضيع وقتك، بيضيع نهارك، بتبطلي قادرة تعملي أي نشاط إضافي. فهي من أهم القصص يلي إذا ما رشدناها فبيصير عنا هدر حقيقي بالوقت وبالجهد. من السلبيات والأضرار أيضا، إذا قلنا الطفل لما بينترك ساعات طويلة على الإنترنت بدون ضبط، بدون مراقبة أبوية، فأنا وين الطفل عم بيفوت؟ فأنا هون دخل لعالم تاني، صرت ما أنا اللي عم ربيه، ما أنا اللي عم وجهه، ما أنا اللي عم كون قدوة له، لأنه في عالم تاني عم بيكسبوا مفاهيم وقيم قد تكون مغايرة تماماً لمفاهيم وقيم مجتمعك، وبالتالي بينشأ الولد غريب عن مجتمعه في عزلة. كمان العزلة أحد السلبيات اللي ممكن تورثها، فقدان التواصل، يورثها التعامل مع الإنترنت تماماً. بيصير عنده نوع من التوحد، نوع من العزلة، نوع من الاستغراب لوجود كائنات بتشبهه أو ممكن كيف يحكي معه أوقات، حتى هيدا بيعاني فيه. عدم التركيز، بنلاقي الأطفال بيضلوا لوقت كتير على الموبايل، إنه بيضلوا مشتتين، بتحكيهم بتحسي ما عم يسمعوكي، ما عم ينتبهوا، ما عم يفهموا حتى نديش عم تحكي، ما عم بيسمعوكي. حتى في كتير من الحالات بنناديهم. هلا في أطفال هيك وفي أطفال بتحسي مركزين معك شو عم تحكي ومركزين على الجهاز، حسب شخصية الطفل تختلف من تمام شخص تماما. او حسب ممكن لا لانه انا ما الحقيقه انا ما بدي ركز على السلبيات، لانه التركيز على السلبيات هو بخلينا مثل انه نحن بدنا نمنع هذا الموضوع او انه ما عم حبذه. العالم انغمس بشكل رهيب بعالم الالكترونيات والتكنولوجيا، وبالتالي نحن لازم نلاقي حلول. صح. يعني ما عاد لازم نقول بمنع بتقليل بكذا، لا لازم نتعاطى مع هالادمان يلي عم بيصير، اللي هو ايضا احد السلبيات، سلبيات استخدام الانترنت. كلياتنا ممكن نوصل لهاللحظه اللي فيها نحس انه ما قادرين نترك الجهاز من ايدنا، عندنا قلق، عندنا توتر اذا حدا بيترك بياخذ جهازنا او بيعزلنا عن الانترنت، اذا بينقطع النت كارثه. كارثه عند الكل. اذا هذا الغزو الالكتروني موجود يعني لا محال، اذا علينا التعامل معه. إذا يعني التعامل صار بدنا نحكي بهالطريقه تماما. خلينا نحكي بدقائقنا المتبقيه عن سيره باب للافاده اكثر، يعني اذا بدنا نحكي عن سلبياته، الكل بيعرف سلبياته برغم من هيك استخدامه. يعني كنا كمان عم نحكي بفقره قبل مثل التدخين او غيره تماماً. او الارجيله او هيك قصص، نحن بنعرف المساوئ ولكن بالرغم من هيك مستمرين. يعني خلينا نحكي الغزو الالكتروني مشابه الى حد ما لهذا الموضوع، فبترشيد بنصائح بتحبي تقدميها أنسي رباب لحتى نحن نقدر فعلا نستخدم هاي التطبيقات بالشكل السليم؟ تمام. هلا رح احكي بعجاله عن ساعات المسموح استخدامها او لا. الحقيقه منظمه الصحه العالميه منعت لحد سنتين الاطفال من استخدام النت نهائيا او الاجهزه الالكترونيه، وابعادها تماما عن متناول ايدهم. بعد عمر السنتين لحد المدرسة، هاي الطفولة المبكرة بنسميها، سمحت بساعة فقط لا غير باليوم طبعا، ساعتين من 8 سنين لل 18. لكن بعدين غيرت رأيها أكاديمية الطب الأمريكية بتقول موضوع تاني، إنه لا علينا النظر بعدد ساعات يعني الإنترنت المسموحة للأطفال أو اليافعين،
مقارنة بحجم التحول الحاصل في العالم نحو العالم الافتراضي، وبالتالي ما عاد تنفع ساعتين. ليش؟ لأنه أورثت الأهالي اكتئاب وشعور بالإحباط، لأنه ما قدروا يلتزموا بتعليمات منظمة الصحة العالمية. ما قدرت أضبط ابني مثلا أنه يضل بس ساعتين بالنهار، وبالتالي أنا اللي أحبطت، أنا اللي تألمت، أنا اللي عانيت. لهيك شافوا أنه لا، يجب إعادة النظر بدراسة هالموضوع وفتح الأبواب لاستخدام ساعات أكثر والشباب لاستخدام الإنترنت بشكل أكبر وأوسع، لكن مع ترشيد. يعني مثلا بدل ما أنا أقضي عدد كبير من الساعات أشوف فيديوهات ما لها معنى أو ممكن ما تعطيني أي إفادة، لا، أنا صرت ممكن أنا أوجه الأطفال نحو مواقع، نحو تطبيقات مفيدة ممكن أنا أقدر أخدم فيها هذا الطفل أو المتعلم، أو يقدر ينجز مشروعه أو وظيفته بالبيت اللي عم تعطيها المدرسة. كيف أنا بدي حاسبه وكيف مدرسته عم تقول له روح على البحث واستكشاف وانجز لي مشروعك بالتعاون مع أصدقائك، أو ادخل على غرفة محادثة على جوجل ميت مثلا. وبالبيت هو ممنوع لأنه في ساعات محددة، لا، بدنا نشيل تحديد الساعات قياسا بالفائدة المرجوة من استخدام التكنولوجيا. ما أنا وصلنا أنه هن يدلون على تطبيقات ويعلمونا، يعني ما نحن هلأ عم تحكي هلأ بتوقع ما لازم نخليهم لأولادنا يعرفوا بهيدا ولا يشوفوا هاي المقابلة ولا يعرفوا، لأنه هن هلأ رح ينبسطوا أكيد، بس رح يحسوا أنه في ضوابط، يعني في ضوابط مطلقة، هي خلل مثل التقييد المطلق. صحيح. لهيك دائما الحرية المضبوطة اللي محطوطة ضمن إطار فهي أكيد مفيدة أكثر. تماما، يعني نقطة كثير مهمة نعرف وين عم يدخلوا فعلا هي شو تكون مفيدة لإلهم. مثل هلأ ما أنا رح أعطي بعض أسماء المواقع والتطبيقات اللي كثير ممكن تساعد الأهل ويبحثوا عنها على الإنترنت. تمام. فبتساعدهم جدا. هلأ عندي أنا مثلا مواقع موثوقة، لنقول أكاديمية خان، هيدي المواقع كتير مفيدة للأطفال ولحد سن الثانوي، لكن بتعمل دورات كتير للأطفال، بتقيس مهاراتهم واستيعابهم، بتعمل اختبارات إلكترونية للأطفال ولليافعين حتى توسع مداركهم، فكتير مفيدة. عندي موقع للأطفال أكاديمي كيدز كمان، هيدا لعمر 5 سنين أو 6 سنين، كتير موقع حلو وظريف للأطفال، ممكن يعمل يعطي أفلام كرتون، بعض النصائح، بعض القضايا التعليمية بطريقة كتير محببة. عندي البيزي شيبس كمان، هيدا موقع للأطفال ما قبل المدرسة، رائع للعمر 3 ل 5 سنين أو 7 سنين حتى، لأن الطفل بهذه المرحلة العمرية بحب يحرك أصابعه كتير. صحيح. انت بس عطي طفل موبايل وشوفي كيف دغري بيقلب وبيفتح بالفطره ما شاء الله وبيمشي لحاله. لا هم بيعلمونا احيانا، لكن بيقدر يحرك ايديه بطريقه كثير حلوه، ينقل الاشياء من مكان لمكان، هي بتوسع له مداركه وبتخليه يعرف اهميه المكان الصحيح لكل شغله، يعني يصير يميز بين الاشياء. تمام. في عندي ايضا فضل. هلا موقع الاخير بس خلينا نقوله كمان قبل ما، لانه نحن داركنا الوقت ولازم نختم، في لسه موقع بدنا نخبر فيه؟ هلا خلص بكفوا، هذول بكفوا، يمكن استهدفنا كل المراحل العمريه. تماما. اكيد نحن بالختام كثير بنشكر وجودك معنا لليوم، منسقه مشروع دمج التقني بالتعليم في اللاذقية المهندسه رباب الخير، شكرا لحضرتك ويسعد صباحك. شكرا كثير لك، بالتوفيق.